يقول أخو السائل: لاستعمال السبحة جائز؟ أقول وبالله التوفيق، الأولى أن تسبح على أصابعك، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، هذا وإن عجزت عن ضبط الأعداد بأصابعك جاز لك أن تستخدم السبحة لضبط الأعداد التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا والأحاديث التي وردت في السبحة كلها ضعيفة كحديث نعم المذكر السبحة، فهو حديث ضعيف، وبالله التوفيق.